بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على دربه واتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا هو الدرس 98 بعد 100 من دروس تفسير سورة البقرة للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى، نخصصه لقراءة وشرح المسائل التي ذكرها الإمام في تفسير الآية 89 بعد 100 من هذه السورة الكريمة، وهي قول ربنا سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يقول الإمام في الآية مسائل: المسألة الأولى، نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما كان قوم أقل سؤالا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سألوا عن 14 حرفا فأجيبوا. وأقول والقائل الإمام: ثمانية منها، أي ثمانية من هذه الأسئلة في سورة البقرة، أولها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وثانيها هذه الآية: يسألونك عن الأهلة. ثم الستة الباقية بعد في سورة البقرة، فالمجموع ثمانية في هذه السورة، وهي بالإضافة إلى ما ذكر: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فهذه ثمانية أسئلة في سورة البقرة. والتاسع قوله تعالى في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم. والعاشر في سورة الأنفال: يسألونك عن الأنفال. والحادي عشر في سورة بني إسرائيل، أي في سورة الإسراء، ويسألونك عن الروح. والثاني عشر في سورة الكهف، وهو قوله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين. والثالث عشر في سورة طه، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. والرابع عشر في سورة النازعات، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يقول الإمام: ولهذه الأسئلة ترتيب عجيب، اثنان منها في الأول في شرح المبدأ، أول سؤالين منها في شرح المبدأ. فالأول قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني، وهذا سؤال عن الذات. والثاني قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، وهذا سؤال عن صفة الخلق والحكمة في جعل الهلال على هذا الوجه. واثنان من هذه الأسئلة في الآخرة، أي في آخر القرآن الكريم، أو من حيث الترتيب تأتي آخر الأسئلة، وهما السؤالان الثالث عشر والرابع عشر، وهذان في شرح المعاد. أحدهما قوله: ويسألونك عن الجبال في سورة طه، والثاني قوله: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ونظير هذا أنه ورد في القرآن سورتان، أولهما: يا أيها الناس، سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وسورة الحج قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يقول: إحداهما، أي إحدى هذه السور، في النصف الأول، وهي السورة الرابعة من سور النصف الأول. سورة النساء هي السورة الرابعة من سور النصف الأول، فإن أولاها الفاتحة، وثانيتها البقرة، وثالثتها آل عمران، ورابعتها النساء. وثانيتهما، أي ثاني السور التي ابتدأت بقوله تعالى: يا أيها الناس، في النصف الثاني من القرآن، يعني سورة الحج، وهي أيضا السورة الرابعة من سور النصف الأول، أي من سور النصف الثاني عفوا. أولاها مريم، وثانيتها طه،
وثالثتها الأنبياء ورابعتها الحج. ثم يا أيها الناس التي في النصف الأول تشتمل على شرح المبدأ، قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ويا أيها الناس التي في النصف الثاني تشتمل على شرح المعاد، يعني قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول الإمام: فسبحان من له في هذا القرآن أسرار خفية وحكم مطوية لا يعرفها إلا الخواص من عبيده. المسألة الثانية: روي أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم رضي الله عنهما وكل واحد منهما كان من الأنصار رضي الله عنهم قال: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو دقيقا مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتلئ ويستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ، أي لا يكون على حالة واحدة كالشمس؟ فنزلت هذه الآية. ويروى أيضا عن معاذ رضي الله عنه أن اليهود سألت عن الأهلة فنزلت هذه الآية. واعلم أن قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة، ليس فيه بيان أنهم عن أي شيء سألوا، لكن الجواب كالدال على موضع السؤال، الجواب يدل على موضع السؤال، لأن قوله سبحانه وتعالى: قل هي مواقيت للناس والحج، يدل على أن سؤالهم كان عن وجه الفائدة والحكمة في تغير حال الأهلة في النقصان والزيادة، فصار القرآن والخبر متطابقين في أن السؤال كان عن هذا المعنى. المسألة الثالثة: الأهلة جمع هلال، وهو أول حال القمر حين يراه الناس، يقال له هلال ليلتين من أول الشهر، أي في الليلة الأولى والليلة الثانية، ثم يكون قمرا بعد ذلك. وقال أبو الهيثم: يسمى القمر ليلتين من أول الشهر هلالا، وكذلك ليلتين من آخر الشهر، ثم يسمى ما بين ذلك قمرا. وقال الزجاج: فعال، هلال على وزن فعال، فعال يجمع في أقل العدد على أفعلة، كمثال وأمثلة وحمار وأحمرة، وفي أكثر العدد، يعني جمع القلة، على أفعلة، فعال وأفعلة، تقول حمار وأحمرة ومثال وأمثلة، وجمع الكثرة في أكثر العدد يجمع على فعل، مثل حمر، يقول الله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. لكنهم كرهوا في التضعيف فعل، كرهوا في التضعيف فعل، فلم يقولوا هلل، فلم يقولوا هلل وخلل، لأن كرهوا في التضعيف فعل كهلل وخلل، فاقتصروا على جمع أدنى العدد فقالوا أهلة وأخلة، ولم يقولوا هلل وخلل لأنهم كرهوا فعل في التضعيف. يقول الزجاج، وأنا أنقل عن كتاب معاني القرآن وإعرابه للزجاج: وجمع هلال أهلة لأدنى العدد وأكثره، يعني جمع القلة وجمع الكثرة أهلة، لأن فعالا يجمع في أقل العدد على أفعلة، كمثال وأمثلة وحمار وأحمرة. وإذا جاوز أفعلة جمع، وإذا جاوز أفعلة يعني كثر العدد، جمع على فعل، مثل حمر ومثل، فكرهوا في التضعيف فعل، في التضعيف كرهوا فعل لأنه فيه لامان، في هلل وخلل فيه لامان متتاليتان، فقالوا أهلة وأخلة، فاقتصروا على جمع أدنى العدد. كذا في معاني القرآن وإعرابه للزجاج. واختلف اللغويون إلى متى يسمى هلالا، فقال الجمهور: يقال له هلال لليلتين، وقيل لثلاث، ثم يكون قمرا. وقال أبو الهيثم: يقال له هلال لليلتين من أول الشهر وليلتين من آخره،
وما بينهما يقال له قمر. وقال الأصمعي يقال له هلال إلى أن يحجر، وتحجيره أن يستدير كالخيط الرقيق. ويقال له بدر من الثانية عشرة إلى الرابعة عشرة. وقيل يسمى هلالا إلى أن يبهر ضوءه سواد الليل، وذلك إنما يكون في سبع ليال. والهلال يكون اسما لهذا الكوكب أي للقمر، ويكون مصدرا، يقال هل الشهر هلالا، فهنا قولهم هل الشهر هلالا، هلالا مصدر، كذا في الدر المصون. وأما قوله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج، ففيه مسألتان. المسألة الأولى المواقيت جمع الميقات بمعنى الوقت، المواقيت جمع الميقات بمعنى الوقت، كالميعاد بمعنى الوعد. وقال بعضهم الميقات منتهى الوقت، إذن بعضهم قال الميقات بمعنى الوقت يعني يشمل كل الوقت، وقيل الميقات هو منتهى الوقت. قال الله تعالى وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذه حجة من قال بأن الميقات يعني منتهى الوقت، والهلال ميقات الشهر، ومواضع الإحرام مواقيت الحج لأنها مواضع ينتهى إليها، ولا تصرف مواقيت لأنها غاية المجموع، فصار كأن الجمع يكرر فيها. إذن لم يقل قل هي مواقيت للناس والحج، لأن هذه صيغة منتهى الجموع، فمواقيت ممنوعة من الصرف على وزن مفاعيل. فإن قيل لما صرفت قوارير وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، يعني لما صرفت قوارير، قيل لأنها فاصلة في سورة الإنسان وقعت في رأس آية، فنون ليجري على طريقة الآيات كما تنون القوافي للترنم. طبعا مثل قوله أقل اللوم عاذل والعتابا، الإمام استشهد بشطر هذا البيت، وهذا البيت لجرير يقول فيه أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، فقد أبدل المد نونا في العتابا وأصابا، وهو يحذف في لغة الحجازيين، فيصبح البيت على هذا النمط أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، لكنه قال والعتابا لقد أصابا. يقول اتركي أيتها العادلة هذا اللوم والتعنيف، فإني لن أستمع لما تطلبين من الكف عما آتي به من الأمور، والخير لك أن تعترفي بصواب ما أفعل، وقولي إن أصبت لقد أصابا. والشاهد فيه قوله والعتابا وقوله أصابا، حيث دخلهما تنوين الترنم، هذا التنوين للترنم، وآخرهما حرف العلة، وهو هنا ألف الإطلاق، والقافية التي آخرها حرف علة تسمى مطلقة. إذن هنا دخلها تنوين الترنم بدلا من ألف الإطلاق. الأصل والعتابة وقولي إن أصبت لقد أصاب، لكنه قال والعتابا وأصابا. المسألة الثانية، اعلم أنه سبحانه وتعالى جعل الزمان مقدرا من 4 أوجه، السنة والشهر واليوم والساعة. أما السنة فهي عبارة عن الزمان الحاصل من حركة الشمس من نقطة معينة من الفلك على خلاف حركة الفلك إلى أن تعود إلى تلك النقطة بعينها، إلا أن القوم اصطلحوا على أن تلك النقطة نقطة الاعتدال الربيعي وهو أول الحمل. وأقول هذا مبني على الاعتقاد السائد في ذلك الوقت أن الشمس هي التي تتحرك وأن الأرض ثابتة. وأما الشهر فهو عبارة عن حركة القمر من نقطة معينة من فلكه الخاص به إلى أن يعود إلى تلك النقطة. ولما كان أشهر أحوال القمر وضعه مع الشمس وأشهر أوضاعه مع الشمس هو الهلال العربي، أو الهلال وأشهر أوضاعه مع الشمس هو الهلال العربي، مع أن القمر في هذا الوقت يشبه الموجود بعد العدم والمولود الخارج من الظلم
لا جرم جعلوا هذا الوقت منتها للشهر، أي جعلوا رؤية الهلال علامة على انقضاء الشهر المنصرم وقدوم الشهر الجديد. وأما اليوم بليلته فهو عبارة عن مفارقة نقطة من دائرة معدل النهار نقطة من دائرة الأفق، أو عبارة عن مفارقتها نقطة من دائرة نصف النهار وعودها إليها. فالزمان المقدر عبارة عن اليوم بليلته. ثم إن المنجمين اصطلحوا على تعيين دائرة نصف النهار مبدأ لليوم بليلته. أما أكثر الأمم فإنهم جعلوا مبادئ الأيام بلياليها من مفارقة الشمس أفق المشرق وعودها إليه من الغداء. يقول: واحتج من نصر مذهبهم بأن الشمس عند طلوعها كالموجود بعد العدم، فجعله أولا أولى. فزمان النهار عبارة عن مدة كون الشمس فوق الأرض، وزمان الليل عبارة عن كونها تحت الأرض. وفي شريعة الإسلام يفتتحون النهار من أول وقت طلوع الفجر في وجوب الصلاة والصوم وغيرهما من الأحكام. النهار يبدأ من طلوع الفجر. وعند المنجمين مدة الصوم في الشرع هي زمان النهار كله مع زيادة من زمان الليل معلومة المقدار محدودة المبدأ. وأما الساعة فهي جزء من 24 من يوم وليلة. فهذا كلام مختصر في تعريف السنة والشهر واليوم والساعة. فنقول: أما السنة فهي عبارة عن دورة الشمس، فتحدث بسببها الفصول الأربعة، وذلك لأن الشمس، سأعقب على هذا الكلام بعد أن أنتهي من قراءته. يقول: أما السنة فهي عبارة عن دورة الشمس، فتحدث بسببها الفصول الأربعة، وذلك لأن الشمس إذا حصلت في الحمل فإذا تحركت من هذا الموضع إلى جانب الشمال أخذ الهواء في جانب الشمال شيئا من السخونة لقربها من مسامتة الرؤوس، ويتواتر الإسخان إلى أن تصل أول السرطان. يتواتر الإسخان يعني يتتابع إلى أن تصل أول السرطان، وتشتد الحرارة ويزداد الحر ما دامت في السرطان والأسد لقربها من سمت الرؤوس، ويتواتر الإسخان ثم ينعكس إلى أن تصل الميزان، وحينئذ يطيب الهواء ويعتدل، ثم يأخذ الحر في النقصان والبرد في الزيادة، ولا يزال يزداد البرد إلى أن تصل الشمس إلى أول الجدي، ويشتد البرد حينئذ لبعدها عن سمت الرؤوس، ويتواتر البرد. ثم إن الشمس تأخذ في الصعود إلى ناحية الشمال، وما دامت في الجدي والدلو فالبرد أشد ما يكون إلى أن تنتهي إلى الحمل، فحينئذ يطيب الهواء ويعتدل، وتعود الشمس إلى مبدأ حركتها، ويبلغ زمان السنة نهايته، وتحصل الفصول الأربعة التي هي الربيع والصيف والخريف والشتاء، ومنافع الفصول الأربعة وتعاقبها ظاهرة مشهورة في الكتب. وأما الشهر فهو عبارة عن دورة القمر في فلكه الخاص، وزعموا أن نوره مستفاد من الشمس، وأبدا يكون أحد نصفيه مضيئا بالتمام، إلا أنه عند الاجتماع يكون النصف المضيء هو النصف الفوقاني، فلا جرم نحن لا نرى من نوره شيئا، وعند الانفصال يكون نصفه المضيء مواجها لنا، فلا جرم نراه مستنيرا بالتمام. وكلما كان القمر أقرب إلى الشمس كان المرئي من نصفه المضيء أقل، وكلما كان أبعد كان المرئي من نصفه المضيء أكثر. ثم إنه من وقت الاجتماع إلى وقت الانفصال يكون كل ليلة أبعد من الشمس، ويرى كل ليلة ضوءه أكثر، ومن وقت الانفصال إلى وقت الاجتماع يكون كل ليلة أقرب إلى الشمس، فلا جرم يرى كل ليلة ضوءه أقل، ولا يزال يقل ويقل حتى يعود كالعرجون القديم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فهذا ما قاله أصحاب الطبائع والنجوم. وتعقيبا على ما ذكره الإمام في هذه المسألة أقول: المعلومات التي أوردها الإمام
مبنية على ما توصل إليه علم الفلك في عصره، أي قبل 8 قرون. ومن ثم فكثير من هذه المعلومات لا يتفق مع ما توصل إليه علماء الفلك والفضاء في عصرنا الحاضر، هذا أولا. وأما ثانيا فإن هذه المعلومات تدل على تبحر الإمام في علم الفلك وعلى امتلاكه ناصية هذا الفن. وأما ثالثا فهذه المعلومات تناسب الملمين بعلم الفلك، وأما غير المتخصصين فيصعب عليهم فهم كثير من مصطلحاتها، ويكفيهم أن يعلموا أن السنة هي المدة اللازمة لإتمام الأرض دورة كاملة حول الشمس. السنة هي المدة اللازمة لتتم الأرض دورة كاملة حول الشمس، وأن يعلموا أن حركة الأرض حول الشمس ينتج عنها تعاقب الفصول الأربعة. وأما الشهر القمري فهو دورة القمر حول الأرض منسوبة إلى موقع الشمس في صفحة السماء، وهي دورة معقدة يدخل فيها دوران القمر حول الأرض ودورانه مع الأرض حول الشمس ومع باقي أفراد المجموعة الشمسية حول مركز المجرة. وأما اليوم فهو المدة اللازمة لإتمام الأرض دورة حول نفسها، وينتج عن هذه الحركة تعاقب الليل والنهار. يقول الإمام: وأما الذي يقوله الأصوليون فهو أن القمر جسم، والأجسام كلها متساوية في الجسمية، والأشياء المتساوية في تمام الماهية يمتنع اختلافها في اللوازم، وهذه مقدمة يقينية. فإذا حصول الضوء في جرم الشمس والقمر أمر جائز الحصول، وما كان كذلك امتنع رجحان وجوده على عدمه إلا بسبب الفاعل المختار، وكل ما كان فعلا لفاعل مختار فإن ذلك الفاعل يكون قادرا على إيجاده وعلى إعدامه. وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إسناد هذه الاختلافات الحاصلة في نور القمر، لا حاجة إلى إسنادها إلى قربه وبعده عن الشمس، بل عندنا أي عند الأصوليين أن حصول النور في جرم الشمس إنما كان بسبب إيجاد القادر المختار، وكذا الذي في جرم القمر. بقي ها هنا أن يقال: الفاعل المختار لما خصص القمر دون الشمس بهذه الاختلافات؟ فنقول لعلماء الإسلام في هذا المقام جوابان. أحدهما أن يقال: إن فاعلية الله عز وجل لا يمكن تعليلها بغرض ومصلحة، ويدل عليه وجوه. إذن الجواب الأول أن الله عز وجل يفعل ما يشاء، وما يفعله الله عز وجل لا يمكن تعليله بغرض ومصلحة، والأدلة عليه وجوه. أحدها أن من فعل فعلا لغرض فإن قدر على تحصيل ذلك الغرض بدون تلك الواسطة فحينئذ يكون فعل تلك الواسطة عبثا، وإن لم يقدر على ذلك الفعل بدون تلك الواسطة أو على ذلك الغرض بدون تلك الواسطة فهو عاجز، والله عز وجل منزه عن العجز وعن العبث. وثانيها أن كل من فعل فعلا لغرض فإن كان وجود ذلك الغرض أولى له من لا وجوده، إن كان وجود ذلك الغرض أولى له من لا وجوده فهو ناقص بذاته مستكمل بغيره، وإن لم يكن أولى له لم يكن غرضا. وثالثها أنه لو كان فعله عز وجل معللا بغرض فذلك الغرض إن كان محدثا افتقر إحداثه إلى غرض آخر فيلزم التسلسل، وإن كان قديما لزم من قدمه قدم الفعل وهو محال، فلا جرم قالوا كل شيء صنعه ولا علة لصنعه ولا يجوز تعليل أفعاله وأحكامه البتة، فهو تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والجواب الثاني قول من قال: لا بد في أفعال الله عز وجل وأحكامه من رعاية المصالح والحكم. والقائلون بهذا المذهب سلموا أن العقول البشرية قاصرة في أكثر المواضع عن الوصول إلى أسرار حكم الله تعالى في ملكه وملكوته، وقد دللنا على أن القوم إنما سألوا عن الحكمة في اختلاف أحوال القمر، فالله سبحانه وتعالى ذكر وجوه الحكمة فيه، وهو قوله:
قل هي مواقيت للناس والحج، وذكر هذا المعنى في آية أخرى وهي قوله عز وجل في سورة يونس عليه السلام: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال في آية ثالثة: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا، وهذا في سورة الإسراء. يقول: وتفصيل القول فيه، يعني في بيان الحكمة من اختلاف أحوال القمر، أن تقدير الزمان بالشهور فيه منافع، بعضها متصل بالدين وبعضها متصل بالدنيا. أما ما يتصل بالدين فكثيرة، منها أولا الصوم. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن أول المنافع الدينية الصوم، وثانيها الحج. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وثالثها عدة المتوفى عنها زوجها. قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ورابعها النذور التي تتعلق بالأوقات، والصوم في أيام لا تعلم إلا بالأهلة. وأما كما في صوم الأيام البيض. وأما ما يتصل منها بالدنيا فهو كالمداينات والإجارات والمواعيد ومدة الحمل والرضاع. قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وغير ذلك من الأمور. فكل ذلك مما لا يسهل ضبط أوقاتها إلا عند وقوع الاختلاف في شكل القمر. فإن قيل: لا نسلم أننا نحتاج في تقدير الأزمنة إلى حصول الشهر، وذلك لأنه يمكن تقديرها بالسنة التي هي عبارة عن دورة الشمس وبأجزائها، كأن يقال: كلفتكم بالطاعة الفلانية في أول السنة أو في سدسها أو نصفها، وهكذا سائر الأجزاء. ويمكن تقديرها بالأيام، مثل أن يقال: كلفتم بالطاعة الفلانية في اليوم الأول من السنة وبعد 50 يوما من أول السنة على سبيل المثال. وأيضا بتقدير أن يساعد على أنه لا بد مع تقدير الزمان بالسنة وباليوم تقديره بالقمر، يعني لو سلمنا هذا، لكن الشهر عبارة عن دورة كاملة من اجتماع القمر مع الشمس إلى أن يجتمع معها مرة أخرى. وهذا التقدير حاصل سواء حصل الاختلاف في أشكال نور القمر أو لم يحصل. ألا ترى أن تقدير السنة بحركة الشمس وإن لم يحصل في نور الشمس اختلاف، يعني نحن نقدر السنة بحركة الشمس دون أن يحصل اختلاف في نور الشمس، فكذا يمكن تقدير الشهر بحركة القمر، فكذا يمكن تقدير الشهر بحركة القمر وإن لم يحصل في نور القمر اختلاف. وإذا لم يكن لنور القمر مخالفة بحال ولم يكن له أثر في هذا الباب لم يجز تقديره به. يقول الإمام: والجواب عن السؤال الأول أن ما ذكرتم إن كان ممكنا إلا أن إحصاء الأهلة أيسر من إحصاء الأيام، لأن الأهلة 12 شهرا والأيام كثيرة. ومن المعلوم أن تقسيم جملة الزمان إلى السنين ثم تقسيم كل سنة إلى الشهور ثم تقسيم الشهور إلى الأيام ثم تقسيم كل يوم إلى الساعات ثم تقسيم كل ساعة إلى الأنفاس أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخبط. ولهذا قال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. يقول: وهذا التقسيم يشبه ما يفعله المصنف الذي يراعي حسن الترتيب، فهو يقسم تصنيفه إلى الكتب ثم يقسم كل كتاب إلى الأبواب، لأن يقسم تصنيفه أو مصنفه إلى الكتب ثم يقسم كل كتاب إلى الأبواب ثم يقسم كل باب إلى الفصول ثم يقسم كل فصل إلى المسائل. فكذا ها هنا
الجواب عنه. وأما السؤال الثاني فجوابه ما ذكرتم، إلا أنه متى كان القمر مختلف الشكل كان معرفة أوائل الشهور وأنصافها وأواخرها أسهل مما إذا لم يكن كذلك. وأخبر جل جلاله أنه دبر الأهلة هذا التدبير العجيب لمنافع عباده في أمور دينهم ودنياهم، مع ما يستدلون بهذه الأحوال المختلفة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته، كما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى في سورة الفرقان: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وأيضا: لو لم يقع في جرم القمر هذا الاختلاف لو لم يقع في جرم القمر هذا الاختلاف لتأكدت شبه الفلاسفة في قولهم إن الأجرام الفلكية لا يمكن تطرق التغيير إلى أحوالها. فهو سبحانه وتعالى بحكمته القاهرة الباهرة أبقى الشمس على حالة واحدة وأظهر الاختلاف في أحوال القمر ليظهر للعاقل أن بقاء الشمس على أحوالها ليس إلا بإبقاء الله سبحانه وتعالى لها، وأن تغير القمر في أشكاله ليس إلا بتغيير الله عز وجل. فيصير الكل بهذا الطريق شاهدا على افتقارها إلى مدبر حكيم قادر قاهر، كما قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا عرفت هذه الجملة فنقول إنه لما ظهر أن الاختلاف في أحوال القمر معونة عظيمة في تعيين الأوقات من الجهات التي ذكرناها، نبه تعالى على ذلك بقوله: قل هي مواقيت للناس والحج. نبه بذلك على جميع هذه المنافع، لأن تعديد جميع هذه الأمور يفضي إلى الإطناب. يعني الله عز وجل لم يذكر كل هذه الأمور، قال هي مواقيت للناس والحج، فنبه على جميع المنافع بهذا الكلام المختصر، لأن تعديد جميع هذه الأمور يفضي إلى الإطناب. والاقتصار على البعض دون البعض ترجيح من غير مرجح، فلم يبق إلا الاقتصار على كونه ميقاتا، فكان هذا الاقتصار دليلا على الفصاحة العظيمة. أن الله عز وجل نبه على هذه المنافع الكثيرة بهذا اللفظ المختصر الموجز. وأما قوله تعالى والحج، يعني قل هي مواقيت للناس وللحج، ففيه إضمار تقديره وللحج، قل هي مواقيت للناس وللحج، وهذا كقوله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، أي لأولادكم. واعلم أن بينا أن الأهلة مواقيت لكثير من العبادات، فإفراد الحج بالذكر لا بد فيه من فائدة. يعني قوله تعالى قل هي مواقيت للناس يشمل الحج، فلماذا قال والحج؟ لا بد إذن من فائدة، ولا يمكن أن يقال تلك الفائدة هي أن مواقيت الحج لا تعرف إلا بالأهلة. يعني قد يقول قائل الله عز وجل أفرد الحج لأن مواقيت الحج لا تعرف إلا بالأهلة، فيقال له الصوم كذلك لا يعرف إلا بالأهلة. إن قال مواقيت الحج لا تعرف إلا بالأهلة فلهذا أفرد الله عز وجل الحج، وقال الحج أشهر معلومات، يعني يستدل هذا القائل بقوله تعالى الحج أشهر معلومات، نقول له هذا التعليل ليس صحيحا، لا يمكن أن يقال هذا، لأن وقت الصوم أيضا لا يعرف إلا بالأهلة، فلما لم يفرده الله عز وجل بالذكر؟ فلم يقل قل هي مواقيت للناس والصوم والحج مثلا. قال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذا دليل على أن الصوم لا يعرف وقته إلا بالأهلة. وقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذن هذا التعليل مردود. يقول الإمام وأحسن الوجوه فيه ما ذكره القفال رحمه الله، وهو أن إفراد الحج بالذكر إنما كان لبيان أن الحج مقصور على الأشهر التي عينها الله تعالى لفرضه، وأنه لا يجوز نقل الحج من تلك الأشهر
إلى أشهر أخرى كما كانت العرب تفعل ذلك في النسيء. والله عز وجل يقول: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. إذن هكذا قال القفال رحمه الله والله أعلم. ونقف عند تفسير قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. نقرأ المسائل التي سطرها الإمام في تفسير هذه الجمل وما بعدها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.